كما كتشوفوا هذه الجردة ديالي، نتيجة ديال مجموعة من الأعمال اللي قمنا بها سويا. هنا مجموعة من الأشخاص أتت أكلها أخيرا. هانتوما كتشوفوا الثمار ما شاء الله، كتشوفوا هنايا وهنايا كذلك الثمار، نبتة الفقوص كما رأينا في الدرس، في أحد الدروس، يعني الحلقات التي قمنا قد أدرجناها في القناة عن كيفية زراعة هذه النبتة، فقد أثمرت وأصبحت تنتج بنجاح. هذا النعناع كما ترون فقد أثمر وأصبح جاهزا، وقد نجحت العملية التي كنا قد أدرجناها في أحد الحلقات. العملية تمت بنجاح. هذه هي حديقتي الصغيرة ما ترون هنا أمام أعينكم، هذا البئر الذي نقوم بالري منه وهو مغلق الآن. نشكر الجميع على تتبعكم للقناة وعلى يعني اهتمامكم بفيديوهاتنا وما تبثه قناتنا من فوائد، يعني فيما يخص يعني ما يخص الفلاحة وما يتعلق بهذا المجال. هذا يعني كما ترون هنا فهو البطيخ الأصفر، لازالت لم تجد تكون الثمار، لازالت هي لم تكن جاهزة. وترون هنا هذه هي الثمار، وهنا كما ترون هذه يعني اليقطين، ترون هنا فهي مساحة شاسعة نوعا ما ومثمرة وجيدة، لأنها من كثرة الشمس، يعني إنها في قيلولة الآن لأن الجو حار نوعا ما. ثمار الفقوس تم جنيها وسوف نأخذها من أجل إعداد المأكولات. وترون هنا فهذه نبتات اليقطين قد أينعت بشكل جميل ورائع ومخضرة جيدا، منظر جميل ورائع، يعني مجهود من العمل، لم يذهب سدى كما ترون هنا. هذه بعض الأشجار، هذه شجرة إيجاص في طريقها لكي تنمو، وهذه شجرة العنب ما حظها الوفير كما ترون هنا. هي دورها هي تظليل على النباتات الأخرى، تعمل دور مظلل. إذا نشكركم على تتبعكم في هذه الحلقة، وأرجو من الجميع ألا يبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد في القناة، وكذلك الضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو. ونشكركم على تتبعكم ونلتقي في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله، وإلى اللقاء.